من دون الحاجة لجراجات أو مواقع مرخصة لإيقاف السيارات بغية تجني المال، تحولت معظم شوارع العاصمة العراقية في الطرق بشكل عام حتى العامة أو الفرعية ببغداد صارت جراجات خاصة. أي واحد يطبق لازم يجي حاسبه، يجيك واحد يفر هيك شايل سبحة ويفر يحط ايده بجيبه، أخويا هنا جراجية، يابا ليش جراجية؟ مو هذا شارع عام؟ ماكو شارع عام، هاي المحلات واحنا مفتحين وعلى باب الله ودنا نسترزق. تروح على ابو المطعم او المحل تقول له يابا انا جاي اكل عندك، انا جاي اشتري من عندك، شنو اطبق سياره تدفعني 3000؟ يقول لك والله ما لي علاقه، وضايعه ضايعه. يعني حقيقه انا اكثر من مره متكاون وياهم، بس شو تسوي؟ يعني عندك غير حل؟ ما عندك غير حل، تتكاون مره مرتين ثلاثه وبعدين هاي مو لكم، مو من حقكم. يعني الان انا لما اجي اطبق ادفع 3000 دينار او 5000، ليش؟ هاي الظاهره صارت بشكل عام، وها يعني انا بملك الشعب دا ادفع غصب عني، حق اي مواطن انه يجي يوقف سيارته بالمكان المخصص لها اللي مسويته امانه العاصمه. اكو اماكن مدفوعه الثمن هي اللي هي الجراجات، واكو اماكن اللي هي بالشارع اللي ما تضر الناس او تسبب ازدحامات، هاي الدوله سامحت لك توقف بها. اللي دا يصير اليوم اكو جهات تستولي على الشوارع العامه، وكل مواطن يريد يوقف سيارته يجون هذول الجماعه وياخذون منه اجره لقاء ايقاف سيارته في الشارع العام او حتى الفرعي. حتى الفرعي اهم هذه الشوارع هي الشوارع القريبه من المؤسسات الحكوميه والوزارات الخدميه، وكل هذا بعيد عن القانون والدوله كقانون، لكن يدرون الدوله وما يسوون لهم شيء. يعني امانه بغداد ما عندها علم؟ ما تعرف انه اكو ناس دا ياخذون فلوس من المواطنين؟ المن دا تروح؟ بكل الاحوال هو كل شيء غايب بالعراق، القانون غايب، فاكيد ما راح نستغرب من اتساع هاي الظاهره في شوارع العاصمه بغداد. مراسلنا البطل علي عبد الكريم ومصوره حسن راحوا لاحد شوارع العاصمه اللي يستغلها مجموعه من الشباب وياخذون فلوس مقابل انه تطبق سيارتك هناك، وجابوا لنا هذا التقرير، خلينا نتابع. يعني بس توقف السيارات تاخذ معدوم فلوس تاخذ من اللي. ايه على باب الله. زين ما فد يوم جتك حكومه يجاك احد؟ تجي الحكومه عاد شنو يعني؟ ما تخاف من عندهم؟ لا ما اخاف انا. زين اذا واحد طبق وما نطاك فلوس؟ انت خوش مخلل هذا؟ انا جاي اصور. اي عاده صور شنو يعني؟ اذا واحد طبق اقول لك سؤال، اقول لك خالص سؤال راح احمل امك. يا اللي يعطيك؟ ها هسه شوف لنا شغله؟ ما حد يعطيك. غير مثلا اكو شغله؟ صح لو غلط؟ ماكو شغله. فهنا واقف بالشارع اي عندي شهاده مال ثالث. زين؟ ولاكو وظيفه، ولاكو شغل، ولاكو عمل، هنا احنا نطبق سيارات. تاخذ فلوس من العالم؟ ناخذ فلوس من العالم. كيف تاخذ على الجراجيه؟ 2000. زين مو خايف من عندي 3000؟ اني؟ بعد كل واحد ورضاته. اي حارس على السياره. اي على السياره. اي على السياره. اها. وعادي الناس تنطي؟ اي عادي ما في شيء. واذا واحد ما يعطيك ما يعطينا؟ الله محمد وعلي. اها. اي. زين ما حد يجيك؟ لا ما حد يجي. حبيبي. خادمك انا بدون عمره. اليوم هاي الظاهره نشوفها بدات تنتشر بالشوارع. الشباب يجون ياخذونهم في مكان. اي مكان بالشارع تطبق سياره ياخذ من عندك 3000، لا اكو جراجيه، لا يعني هو ولا جراج ولا اكو شيء، مجرد انه اصلا يعني البعض قام يسلط انه انت اذا ما تنطي ما خليك تطبق. هاي صارت عندي هسه وياي، يعني وين مصرف الفردوس؟ نفس الحاله طبقت، جاني احد الاشخاص وطلب من يمي بان جراجيه، هو شارع عام يستغلوه الشباب لان هم الشباب، احنا ما نقول حقهم، وهذا مخالف للقانون، بس السبب مالته الرئيسي هي عدم توفير فرصة عمل للشباب، هاي أولا. الشغلة الثانية القوات الأمنية ما جاية تاخذ دورها بصورة صحيحة اللي قريبة، مثلا المفروض اكو دوريات متابعة لهيك أمور. هذا بعض الأشخاص ماخذين بعض الأفرع القريبة من الوزارات. بالضبط، هو قاعد شو أقول لك؟ يعني هسه أنا جاي أقول لك مصرف الفردوس يعني موجودة قوة، المفروض يحاسب هذا الشخص اللي يجي، شلون أنت واقف يمنه وتاخذ فلوس. الشغلة الثانية ما موفرين جراجات، يعني انت المفروض كل وزارة كل دائرة يمها جراج، وخاصة المتسبيها موظفيها يعني مجاني لهم،
على مود بعد ما حد يترك السياره مالته بالشارع يعني هز... ها اي اعرف اي تاخذ من عندهم كلهم ينطون جراجيات ما حد يعطي جراج لا لا الموظف ما يعطون المراجع المراجع هم ازيد شيء الموظف يعني اللي يجي يوميا ما يعطي هسه نفس الحاله هم نروح الدائرتي ولا تطبقها ما انطيهم لان انا يوميا اجي مو يوميا انطيهم 3000 او 5000 بس تبقى مثلا المراجع هو جاي مره بالاسبوع بالشهر هذا يساعد يوم لانهم مهم حقهم ناس لا شغل لا عمل المفروض يوفروا لهم فرص عمل على الحكومه حبيبي اهلا وسهلا بك.